يا مساء الفل على الناس السهرانية. السهرة النهاردة سهرة غريبة شوية، هي سهرة من أحلى السهرات اللي أنا ممكن أسهرها في حياتي الفترة اللي جاية، بس فيها مشكلة. السهرة دي من السهرات اللي معرفتش أنا ممكن ألبس فيها إيه أو هتكلم إزاي أو هتكلم في إيه، لأن هي سهرة غريبة ودمها خفيف جدا. النهاردة معايا اتنين أنا بحبهم جدا جدا جدا، وفي ضيف عليهم تالت صاحبي وأخويا جدا جدا جدا. تعالوا نرحب الأول بحبايبي وإخواتي النجوم حمدي المرغني وشيماء سيف. فاكرة المفروض أنا الأول. لا أنا الأول على فكرة. لا أنا المفروض أنا الأول. أنا كده مش واعبر. تعالى يا حاجة. معلش أنا الحاجة بس. بيقول لي معلش اصل معانا الحاجه بس يا براحتها. أيوة. تتخانق معايا بتقول لي المفروض انا اخش الاول وليدز فيرست، عمال يزق فيا من اولها. في ايه يا حمدي؟ مش... لا يا حمدي مش هنبتدي، دي شيماء سيف. ماشي بس ايش يا كده؟ انا ولا هي؟ لا هي هي يعني هي طبعا يعني. وانا ايه؟ انا شكلك قمر النهارده. شكرا والله العظيم فستانك قمر. يعني جاي الباشا مصري يا حبيبي، مش اقل من كده يعني. ربنا يخليك. وانت تحس انت بالبيجامه اللي انا لابسها؟ انت جاي فرح يعني، فرح ابن اختك وداخل يعني. ما هي دي بدله فرحي فعلا. لا والله هي هي يعني هي هي قلت تشغلها وبتاع. خساره دافع كتير. قالوا لي تبيعها، قلت ابيعها بشكل وحش. شغلها قلنا تشغلها في حاجه ثانيه. بقى كام برنامج كام سبوبه كده وراجل شعر وستايل هندي باكستاني اصلي. السواقين الهنود اللي في دبي عارف. يس مام يس. يلا تعالي اتفضلي اتفضلي. ايه يلا اتفضلي دلوقتي اللحظه اللي هقع فيها. تعالي انت بقى. ايه بصي خدي الكنبه دي كلها براحتك. ماشي اتفضلي هتقعدي فين؟ عشان انا اقعد هنا على الطرش عشان ما تعالي حمدي جنبي هنا. هنا اي حته انت عايزاها. ما تقعدي هنا. تقعدي هنا. هي هي هو انا بعد الاول هي بتاخدها كلها كده كده يعني. هي بتفرد بعد. اخباركم ايه؟ الحمد لله. وحشتوني وانت اكتر. والله العظيم مستني. بقول لك السهر في حاجه اتهبت. لا انا واكله بس متقله في الغدا. ده من اولها كده. ما تركزوش معايا وشغلوا المروح. يعني اسمع اصوات طول الوقت. طول الحلقه دي في اصوات. الكنبه دي هتترفع كده وحمدي وحمدي يطير الناحيه الثانيه. هي لو قامت طبعا انت هتميل علينا طبعا. بص اقول لك على حاجه. السهرات دايما احنا عارفين ان هي انواع. في سهره بتبقى سهره عائليه، في سهره شغل، في سهره صحاب، في سهره صباحي، في سهره صباحي. دي سهره بقى انا حاسس ان هي ملهاش اي لازمه يعني خالص. يعني ملهاش تفسير. دي سهرتنا دي. السهره دي يعني انا مش فاهمها بصراحه. هي سهره غريبه شويه. ايوه سهره كلها طبعا كلام لطيف ومتهيألي ان مش هيبقى فيها ولا حاجه جد خالص. ايوه صح ولا صعبه؟ انا كمان اعتقد ذلك. انت جايه على كده؟ انت جايه تبوظينا السهره. جايه خيمه رمضانيه. والله العظيم بص انا مبسوط ان انا قاعد معاكم دلوقتي. احنا اكتر وبجد انا مش عارف اقول ايه. ولا احنا والله احنا بنحب. والله احنا ما عارفين احنا جينا ليه. احنا جايين في حب باشا مصر. طبعا. اخبار السهر معاكي يا شيماء؟ انا بحب اسهر قوي. انا شخصيه اصلا ليليه يعني. مامتي مسمياني ان انا خفاش. بكره النهار ده واكره اطلع الصبح احس ان انا مخنوقه. وتحس ان الناس اصلا بتبقى متضايقه الصبح منك. بالليل كده متضايقه منك. من الانوار اللي في عينيها كل ما بتطلعي الناس تتضايق. يعني هم تقريبا هيطلعوا في الاخر كانوا متضايقين مني مش هم. انما بالليل تلاقي الناس كده قاعده شوف الناس الحلوه ولا ايه؟ ده بقى دي بتحيي في حنة بتقول لهم ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما ده اسمه سحب السكسي ولا ايه؟ واس كل ما لكن انت اصلا كائنه ليليه جدا. ما بتحبيش النهار ابدا. يعني بتصحى كل يوم الساعه كام بقى الصبح؟ لا بصحى بدري بس افضل قاعده في البيت ومقفله الستاير كان الدنيا ليل. لحد النور بتتحرق. بتتحرق. استنى الليل. اول ما تيجي 6 افتح الستاير احب اشوف بقى الغروب واكمل بقى على كده. طب وجوزك بقى معاكي ايه؟ لا بقى خلاص يعني اتاقلم. كان في الاول بقى نفتح نشمس ما يا فن. خلاص اتاقلم. لا الصوت عالي طبعا و... لا بقى لا يعني انا مش من هواة الصوت العالي. انا واخده في اسلوب بتمدي ايدك الضرب اللي هو ايه النظره الثاقبه. وبعدين ممكن تحدف بقى حاجات بسيطه.
يعني قصافه قصافه حاجات مخف وزنه وبيعور في وشه بيجي من الاخر بس. فهو يعني قال لك لا انا يعني دي تعبانه على الاخر فما ما فهم بقى الدنيا ماشيه ازاي على طول. وهو احلى حاجه فيه ان هو فهم بسرعه من اول يوم. لا مش من اول، قعدنا مثلا شهرين يعني. شهر العسل ده كل الناس كان شهر العسل بتاعهم. احنا بجد فعلا كنا نتطلق في شهر العسل، اقسم ده بجد. ده فعلا؟ لا بسبب ايه يعني؟ لا اللي هو انا رحت بقى احنا رايحين الاوتيل، فاللي هو انا فجاه بيقول لي انت بتنامي بالعرض، قلت له ما انام براحتي. هو انت طبعا انت نايمه عادي بس هو شايفك بالعرض. وبعدين يعني يقعد يقول لي، هو بيبقى وشه بقى في الحيطه طبعا في مزنوق، فيقول لي روحي بقيت السرير فاضي، ومش عارف ان بقيت السرير مليان. فاقول له ما انا في الاخر انا هقع، يقول لي لا استحاله السرير فاضي. اقول له هو كده هو اتفاجئ يعني هو اتفاجئ اصلا وهو يعني بتقول لك هو وشه في الحيطه ونام في الدولاب، ما يرتم بالعرض هينام فين يا ما هو السرير المفروض ليه جنبين، يعني الجنبين مفتوحين، هي واخده الجنبين. فانت بتزنق الساعه على الحرف خالص. لا ما احنا واحنا مسافرين ده السرير اللي في بيتنا هو اللي فيه جنبين مفتوحين، واحنا مسافرين كان السرير لازق في حيطه. ليه؟ فانا خفت انام جنب الحيطه، ما اعرفش هو في الاوتيل عامل ايه. قاعدين بره فاهم برضه، قالوا ان لا عشان كمان اصليه صرفت الفرح جامد وحمائي يعني كان فيه كان في وبوفيه قد كده طبعا. دي بقول لك كلمتني اصلا عشان تعزمني يوم فرحها، اكنها بتديني اوردر. انا المسج دي لسه عندي لحد دلوقتي. احنا عملنا كده، احنا شله مسرح مصر كامله، خلصنا المسرح فجاه كله بيلبس بدل، في راح فرح شمسي فرح شمسي فجاه كله. لا يا مصر كلها بعد كده اتوبيس شركه دب وجبات وبعد لمهم لمهم من دار التحرير كلهم مع بعض. انما النجوم بقى اللي هم اللي كانوا في العمل اساسيين في العمل، دول اللي كانوا بعت لهم عربيات بقى لوحدهم، دول بقى حبايبي وعلى قدي وملموم. انت عارف انا كنت عامله حاجه في اللو بادجت فجوه انتاجي حاجه انتاجي، فلازم اصحابي يقفوا جنبي فجوم بقى. لا انت عشان الناس كلها بتحبك فكل الناس اتبسطت لك وكل الناس. انا عايزه اقول لك في الفرصه دي يعني ان انا بجد بجد مش عارفه اشكرك ازاي ان انت نورتني. لا علي. ويعني انا بجد والله العظيم ربنا يخليك، انا والله عشان بحبك اول ما شفتك كده بالبدله السوداء كنت عايز هرجع تاني. كنت عايز تطلقي يعني كنت عايز بس قلت خلاص الانسان ما بياخدش كل حاجه بيطلع. شايف شايف عشان لما انام بالعرض ما تتكلمش براحتي بعد كده ما كانش افكر بقى غازات اي حاجه هتعدي لي. تعالي نشوف صوره برضو من فرحي. يلا اهو باشا مصر يا خلاصي والله شفت، تحس ان الصوره لازم تعمل لها كروب. مين اللي اتشال منها؟ لا انا هخليك انت وحمائي. ليه والله جوزك برنس؟ لا طبعا ده حبيبي ده قمر، هو عارف ان انا بهزر. كارتر كارتر عسل. ايوه لا والله عامل معاكي ايه؟ بيتعامل معاكي بلطف والدنيا حلوه. هي بص الحياه في الاول اول شهرين بجد كانوا صعبين، وانا ليا طقوس وهو ليه طقوس، بعد كده الحمد لله ابتدي تولفوا على خلاص بعض. خلاص بقى بقينا يعني كاننا عايشين مع بعض مثلا بقالنا 100 سنه خلاص بقينا متفاهمين. بس انت بتهيألي عكس حمدي خالص، يعني انا بشوف حمدي يعني بشوف له صور على انستجرام مع مراته وكومنتات، انا حاسس انه بجد سمى العاشق تامر حسني والله العظيم. دي بيبقى دايما بعد ما بيكون لسه مقبوض عليا حبيبي قلبي يعني تحس ان هو دايما عامل حاجه غلط. ايوه ما دايما ده صلح. اه ليه بقى؟ يعني هي اول شهرين بيطبعوا، انا لسه بطبع في سنتين. هي لو بتقول كنا هنتطلع في شهر العسل، انا حصل معايا افيه في شهر العسل عالمي. احنا كنا في برشلونه تمام، فقاعدين في شهر العسل وبتاع، فجاه جينا احنا بنتخانق لاسباب تافهه قوي قوي قوي. فبنتخانق ليه؟ هي عايزه تروح مكان وانا عايز اقعد دلوقتي في كافيه، واروح المكان ده بعد شويه اخد نفسي، عمالين نلف، لا روح دلوقتي، لا هنمشي، اروح دلوقتي هنمشي، انت بتمشي كلامك لسه بقى بنطبع وبتاع، هنمشي مش عارف. طبعا انت طبعا حد قال لك ان انت لازم في الاول تسيطر عشان تعرف؟ ما حدش قال لي، لا لا انا من قبل الجواز مش مسيطر وحالي يصعب على الكافر. انا والله ماشي جنب الحيط. معلش يا حمد بس انت واخد شكل البنات. لا بقول لك ايه، ده شكله مفروم، ده شكله مفروم في البيت. حمدي لا لا مش في البيت بس والله في كل حته. بس انك راجع تاني اسمع مني، بتضربني عادي في الشارع يعني عادي حد بس انه بنهزر على فاهم فنانين بقى. جت ايه امشت، فانا قلت زعلت بقى وهجري وراها صالحها وبتاع. فجاه ماشيه ماشيه اخر التراك اللي هي فيه ضابط بوليس، فقلت صدفه يعني هتعدي من جنبه وبتاع. فجاه وقفت مع الضابط وبتشاور عليا وتعملها اسراء غلبانه بس ايه بتهب كده في الخناق تعملها بتشاور عليا، فانا ايه بقى مراتي وده لازم بقى من اولها جريت. فانا قلت هاخد موقف واروح هيتقبض عليا، ريت استخبيت كده ورا. جات لي بعد شويه استخبى، انا فاكر ان
فجرت رحت لها. اروح لها ليه؟ بقول لك واقفه مع الظابط. بتشاور على الظابط. ومستغليه الفرصه ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. يا عيني. فانا مش عارف اقول للظابط انا بريء. الظابط بيتكلم انجليزي؟ اه ده بره في برشلونه. اه انا بقى مش عارف اقول له بريء حتى الراجل هقول كمان عامل عبيط هيجي قابض على فاستخبيت. جات لي اقنعتني ان هي قالت له وبتاع وان ده بيضايقني وبيعكسني والحاجات دي. فعشان تليق عادي مشيت ليه جدا لحد دلوقتي ليه بس جوه. فضلت ماشي معاها بقى ايه طلباتها اوامر تقول لي ولا ها عندها الظابط. طلعت بعد ما رجعنا ان هي اصلا كانت بتقول له انا مستنيه الباص اللي بيودي فين وبتاع فبتشاور ناحيتي. فعيشتني في الرعب ده بس الخطه نجحت. لا وهي تعملها عادي لا تعملها دماغها تعملها مستنية. بعد كده تقعد تقول انا عملت كده ليه عارف انت هي عندها حته كده وقالت ده بعد ما اتجوزتك مره مثلا اللي هو مش عارفه هي عامله كيف نفسها في نفسها. هننبذ على القرار ده لسه ما وصلتش للسؤال ده يعني هي لسه في مرحله اللاوعي. لا بس هي اكيد مبسوطه. انا عايز اقول انا بشوفها لا هو بيدلعها جامد بصراحه يعني هو بسطها يعني بصورها دايما بتحس ان هما الاثنين ربنا يسعدكم يا رب دايما ويبعد عنكم كل حاجه وحشه تحس ان هما الاثنين عايشين حياه حلوه. لا انا بحبها جدا والله وهي غلبانه قوي. لو انت ابن حلال وجدع حبيبي والله وتستاهل احسن حد في الدنيا حبيبي والله. انت عندك سؤال بقى. لا انا عايزه اقول سر بمناسبه اللي حمدي قاله ده عشان واضح ان كل الستات كده. اصل انا مفهمه كارتر ان انا بتكلم انجليزي بيرفكت وان انا اللي معايشاه بره وانه من غيري هيضيع وهو يعني ما بيعرفش يتكلم انجليزي ففاكرك بتتكلمي صح ففاهم ان انا بتكلم صح فانا كل اللي حافظاه ان انا ازاي اطلب الفطار. I need make order to two person breakfast. وهو شايفك طبعا مايكل جاكسون قدامه بالكلمتين دول. فجيت في مره اتخانقت معاه فخلاص انا مش هطلب لك الفطار وده العقاب. فيعني مسك التليفون بقى والمهم ان هو بيفهم كل حاجه وبيترجم لكن ما بعرفش يتكلم. ايوه نفس ازمتي. فمسك التليفون بقى وبيبص لي بقى بمنتهى الرجوله خناقه فمسك التليفون بيتخانق معايا فراح مسك التليفون قال له I need someone you speak Arabic. اتصرف برضه اتصرف. طبعا هو قال وحس باللي هو قاله احنا الاثنين ضحكنا وقلبت الخناقه كنت قلت له انت تعرف امتى. لا انت برضه بنت حلال وتستاهلي كل خير والله ربنا يسعدكم كده ودايما مبسوطين والناس مبسوطه بيكم وفرحانه بيكم ربنا يخليك. تعالوا بقى دلوقتي اعمل لكم مفاجاه. ماشي انا اجيب لكم واحد تورته نجم كبير تورته انت اي اكل وخلاص اي اكل اصبري هاكلك. ماشي اجيب لكم معانا نجم كبير اخونا وحبيبنا وحد انا بحترمه وبحبه وبعتز بيه جدا 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 طول عمري النجم اخويا وحبيبي هيثم شاكر. قرب كمان ليا ما
قال سنين عمري ايام بلاليها بحلم تكون فيها بهواك تخليها اجمل. يلا انا غني على سقفي يلا. خليك جنبي احضن هوا قلبي محتاج انا حضنك خليك على حبيبي. وحشتني. عامل ايه؟ والله العظيم بقالنا كتير ما شفناكش وما استمتعناش بيك على المسرح كده من زمان. يا حبيبي طبعا عايز ابارك لك على الالبوم الجديد، حاجه طبعا تحفه ربنا يخليك، وراجعه كانت جامده جدا ربنا يخليك. انت بقى سهراتك عامله ازاي؟ سهراتي من ناحيه ايه؟ يعني دايما سهراتك دلوقتي، انا عارف ان انت دايما بنتجمع بنقعد نلعب بلاي ستيشن مع اصحابنا، بتقعد تسهر سهرات شغل، بنتجمع نلعب كوره بالليل مثلا، هل ليك في سهرات تانية معينه بتخرجها مثلا خروجات بتحب تسهر دلوقتي ولا بطلت؟ ان احنا كلنا متهيألي بطلنا نسهر. كان زمان الكلام ده قبل الشغل وقبل الشهره والحاجات دي طبعا، كان الواحد دلوقتي صعب. لا طبعا ما تعرفش تخرج ولا تسهر. لا مش هتعرف، يعني مش هتعرف تعمل اللي انت بتحبه. يعني مش هتعرف تتعامل. بيجي لنا المسرح بيسهر. بتروح عندهم؟ بروح. رحت كذا مره. حبيبنا. لكن ما هو بكانا كتير لازم نضحكه احنا بقى. يعني هو احنا اتربينا برضه، فاهم؟ مش هكبره، مش اتربينا بس حزن. لا بس هو عشان هو ابتدى بس. انا غنيت بقى غنيت بقى بس والله مش عشان قاعد، يعني هو مش مستني الشهاده دي مني. هو طبعا نجم كبير ليس مشاتل ما شاء الله عليه والله العظيم. احنا اول ما جانا كنا مبسوطين مش مصدقين لما جانا مسرح فرحنا والله ونورنا وان شاء الله. والله نفسي اجي لكم مره، انا عمري ما رحت. لا هتنبسط قوي. انا مره كنت ازاي عمري ما رحت له. مره كنت هتيجي لما اتفقت انت وعبد الرحمن. كنت هاجي مره طلع سف عليا في المسرحيه لما انا كنت بقلد. كان في حواري بوخارست. والواد توته قال لي ايه؟ قال لي بقول لك ايه؟ احنا عايزين هو طالع بيسف عليك حمدي تطلع يجري من ظهري. يلاقيك في ظهره. كنت تعمل ايه ساعتها بقى يا حمدي؟ لا لا هيجري هيعيط. تعمل زي ما عملت مع اسراء بالظبط. او ضفدع عيط. لا انا مش كنت بقلدك في التمثيل، هو كان سكه المسلسل. انا كنت متابع المسلسل جدا حافظه، يعني ممكن اسمعه بوخارست. فامير كان بيتكلم ازاي في المسلسل باشا مصر؟ يعني كان طريقه كلام معينه، كان يجي يعمل ايه؟ يقول لك مثلا اكتشف ان مراته هربت وسابت البيت وبتاع، فالطبيعي ان واحد هيتكلم عادي يقول مراتي هربت. لا هو يقول ايه؟ ليه كده حسستيني زي ما اكون مشبك مبلول وسط غسيل ناشف؟ ما تقول عادي ليه مشيتي؟ ما تقول هربت وخلاص. لا حمدي قلده بقى لما كان بيقول لاخته اعملي لي فطار، عشان انت كنت بتقلدها لنا دي وبتضحكنا. لا فكريني. قول ما تخافش. لا قول ما تخافش مش هعمل لك حاجه. عادي والله. قول ما تخافش. اخته انا عايز ان هو بص لك على جمازلك الناحيه الثانيه. جمز ها؟ اصلي كان بيضحكنا على اللي هو اخته عملت له والله شاي بلبن. لا قول بس. قول لي تاني كده ان اخته بدل ما تعمل له شاي الصبح عملت له شاي بلبن، فهو صحي فبيقول لها ده انا اخوك اللي رب اللي كذا كذا. جمله برده زي الجمل دي قولها على بعضها. لا مش فاكر والله جمله، بس هي مش فاكر ولا خايف؟ لا لا تفرق خايف كتير. هو على طول بيمسكني ودايما اجي في وشه في فرح في مراسم يمسكني. ايه اللي دخله ده؟ ده في فرحك برده قابلته في صوره كده هنشوفها دلوقتي انا وانت. يا لهوي شافني بص على الصوره. بص تعالى شوف الصوره. كان متعجب شعري. يعني عزنه عايز يبوسني في شنبي، يعني عايز يبوس شنبي. انا بقول ما شاء الله ده اتقل من شعر راسي. لا والباشا ايه بيبص على شعري؟ لا مستحيل يتحول. هو في امل يبقى؟ لا انا اول ما شفته والله قلت له وانت قلت له وانت نافخ فين؟ يعني لا كان نافخ انت. لا حمدي في الافراح عليه بنك. هو اخوه. لا هو اخوه صراحه معجزه. يا لهوي. لا هو احنا بنروح عند حداد. ده حداد ده ايه؟ حداد مش حلاق. لا حلاق عشان يوقف ال
والحاجات دي. بنتين لحام وبيبني عليهم بقى وبيحط جوه سفنجة حشو عشان نفخ ما بيقفش كده طبيعي لازم في حاجه. انا بيفرح قوي الحلاق لما بروح له يا الزبون الرهوان جه عارف اللي هيشتغلوه ده عايز حمام كريم يعمل له حمام عايز فوطه اعمل له فوطه سخنه وفوطه ساقعه والزبون بقى كده كده مش هتفرق هيطلع زي ما ده وانت بتخش تتروق انا يا لهوي انا بعيش جوه. بتعمل ايه بقى عند الحلاقين؟ كل حاجه. انا الحلاق اللي بروح له يعني يا عنده كل حاجه جوه. انا بتعامل ان انا بقضي ديوز عنده. بخش هو جايب كده شاب كده لطيف خريج تربيه رياضيه فبتاع مساج وانا ماليش انا في المساج بس اللي هو استخسار انا قاعد بالمره ما فيش جمال عرض يا جماعه ما فيش عضل اصلا عشان يفك ما فيش ما قال لي كده والله مش حاجه انت بتيجي تعمل مساج ليه ما فيش حاجه انا خاف اعمل كده اجي اخش على صدرك من ظهرك بس ايه بقول له كده اي تنفيض احس برضو ان انا ايه اعيش حياه الفنانين بقى وبقيت اعمل مساج تمشي بالبورنوس في مكانه. ماما تكلمني اقول لها ماما انا بعمل مساج دي اقفلي دلوقتي دي فرحه عندها بالدنيا لما ابني عدى ابني عبر بعمل مساج ابني عبر تقول لي عقبال يا ابني الدكتوراه مش فاهمه ايه المساج فاهمه يعني اللي هو حاجه كبيره فكده انا بخش بقى اي حاجه الاقي زبون جنبي كده فانده كده اقول له ده بيعمل ايه اه يقول لي ده بيعمل الحمام مش عارف كريم وماسك شفت بتاع اللي هي الجديده ام شمع اللي بيحطوها في المناخير اكيد عملتها اكيد حبيتها دي بقى ده ضحك دي والله العظيم توجع جدا انا لو حكي لك مش هتعرف اللي حصل معايا في دي انا دي جه قال لي ايه مش عارف هنجيب الشمع الهاني ايه والبتاع فالكلمه انجليزي فلازم ابين بقى انا فنان حسيتها حاجه لذيذه اه هو بتاع المفروض ده المفروض بحاجه اسمها وكس كده بيخش ايه ده هي نزلت عندكم وانا ما اعرفش دي عندنا من زمان والله اعمل لي وانا ايه بقى ما فيش مش مدي اخوانا بقى حطيت لي فوطه هنا ومغمض فجاه خليك دي على الجيوب الاخيره فجاه حسيت كريم هنا ساعه فقلت حلو يعني تمام فجاه شد بقى فهمت الاولى دي اه قمت مسكت في رقبته هنا اللي هو ما فيش جيت ثانيه قلت له مش هتشيلها اروح بيها دي انا همشي كده صعب قوي والله. انت بقى هيثم ايه اللي خلاك تنقل الكارير بتاعك من لعيب كوره في نادي الاهلي ان انت تبقى مطرب وتوصل تبقى نجم كبير كده؟ مشوني شوف الصراحه بمنتهى الصراحه مشوني رحت حاولت العب في نادي تاني ما وافقوش عليا برضو حبيبي عشان كان عرفت الاغاني الحزن كانت بتيجي منين ده عرفت الكابه جايه منين في كان في سواد قبل كده ف يعني خلاص ما يعني ما فكرتش في الغنى لان انا ما كنتش واخد بالي ان صوتي حلو بس انت لسه صغير انت ما شاء الله عليك برضو ما هو انا بس شكلك ما بيكبرش يعني انا شكلي انت كام سنه دلوقتي 38 طب ما لسه صغير ايه ده ما شاء الله مين اكتر حد من المطربين بقى شمال بتحبيه انا مش هقول انا هسيب كنت حمائي انا عارف انت بتحبي حمائي اكتر من جوزك اكتر من جوزي والله العظيم بتحب حمائي بطريقه غير طبيعيه من زمان من جوزي لا انا من زمان خلي بالك من كلامك لا بتحب حب فنان انا بحب حمائي يعني من وانا في الجامعه وحمائي عمل الالبوم بتاع بتضحك وانا يعني خلاص وانا بضحك هو السر في ان انا طلعت كوميديان سمعت الكلام فلا انا سامع ان صوتك اصلا حلو جدا بتحبي مين وردة؟ مين اللي قال كده؟ ايه؟ بتحبي وردة؟ طبعا بتحبي بتونس بيك؟ قوي. طب ايه رايك تغني مع هيثم بتونس بيك؟ الله. ايه ده بجد؟ والله يا سلام شوف هتغني مع هيثم شيك يا نهار ابيض بس عايزين نشوفك بقى على المسرح طب حمدي يا كده حمدي خايف اخد منه الجو لا انا ممكن اسقف هيثم معاك انا ممكن اسقف خلي حمدي معايا انا نسقف من هنا يلا يا فندم اخد حمدي انا طلعه ده هيضربني عشان قلدته هاخده طلعه ثانيه انا واجيب يلا ماشي خلاص خدها معاك يا ابني بقى عشان انا لا شيماء تغنى انا لسه صغيره وهي كده بس يا حمدي عشان الاحبال لسه خلي بالك خلي بالك يا اختي كنت هتكفي على وشي يلا جاهزين الحمد لله برنامج العسل وبلاقي الدنيا بقت فاضيه مع ان الناس رايحه وجايه وانا بحلم على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيني يا هجيلك من غير مواعيد ويا دوبك وفي نفس الثانية بلاقيك قدامي عينيا والإيد في الإيد من غير مواعيد ويا دوبك والإيد بجد بشكر النجم هيثم شاكر اللي جه النهارده شاركني في حفلتي وجمهوري حيوه انا بحسدك على جرأتك عيب عليك والله
ايه رايك على اللي حصل بقى على المسرح من شويه ده؟ لا لا جريئه جريمه جريئه وجريمه في نفس الوقت. يعني طبعا هي جريمه في حق وردة. لا في ثقه في النفس مفرطه. لا حد قالك مش لايق، يعني حتى مش لايق بتغني لورده وتقول لك بتونس بيك باشا مصر. كباريه، احنا كباريه. كان الناس تيجي تقول لك تشرب ايه. لا وهي مش ثقه في النفس بس، هي ثقه في الجمهور انه مش هيشتمها. يعني ده بتبص لهم بجرأه ان هم بيحيوها، وهي اصلا لو ركزت الناس بص هناك وهي عماله تعمل لهم كده محدش. طب والله كانوا بيحيوني بيرقصوا معايا. لا شفت حلو لا في حركه مرعبه عملتها اللي هي الرقصه وهي بتمشي دي اللي بتجمل الجنب دي. دي الجملي دي، دي اسمها الرقصه الجملي دي اللي هي سحبت مايكل بس الشعبي بالعرض بالعرض. لا بس انا كنت قلقان بقى من السحبه دي. انا كمان والله العظيم ان انت كنت جايه علينا، كانت جايه علينا. انا خفت على المسرح عشان كان لسه قدامنا فيه سهرات تاني. الاقي شيماء اتشفطت تحت البتاع. لا بس الحمد لله ما انا بلمها على طول، باخدها على الواسع وبلمها. برافو برافو شيماء. طبعا انت بتعرف تركيني كويس. ايوه انت ايه اللي خلاكي بقى من خريج التجاره ان انت تمثلي؟ انا سامع ان مامتك اصلا ما كانتش عايزه تخليكي تمثلي عشان ما تعمليش ادوار اغراء. كانت خايفة عليها، عارفة بنتها مثيرة للمشاكل. عارفة انها مصيبة مش مثيرة. مثيرة للمشاكل والجدل، فقالت تخليها في البيت عشان ما تأذيش البشر. أدريها. فبعدين بقى جت كده بالصدفة، يعني ان انا كنت بعمل مسرحية بس كنت ببقى بحضرها مع اصحابي كده، ففي البروفات البنت اللي هي كانت المفروض انها بطلة المسرحية في البروفا الجنرال رجليها اتكسرت. صدفة. صدفة. مش انا مش هنكسرها. انت قررت هتوصلي ان شاء الله في دعوة. دعوة. في دعوة حصلت. لا مش دعوة، لا. ده في خطة وفي حاجة بقى كسرتها في الارض. انتوا كنتوا معانا؟ في حفرة اتعملت في خشبة المسرح. لا والله أبداً. بس فاصحابي بقى اللي هو مش عارفين يا عيني يعملوا ايه، والعرض بقى بتاع زمان ده كان في ساقية الصاوي، فانت عارف كنا بنبقى احنا اللي لامين ودافعين الفلوس. شوف ازاي. وكده. لا قول الحقيقه بجد، والله عملت حاجه في البيت؟ والله العظيم رجعت تمثل تاني اصلا؟ رجعت معروفه يعني. معروفه؟ معروفه برجلين مكسوره. حمدي لو فرضت مني هنا بسببك مش عارفه. لا براحتك، انا عايزه ابص، انا عايزه تفرط منك. اصل حمدي بيضحكني بجد لدرجه انا مش عارفه هو ايه ما شاء الله اللي عنده. اول ما بيقول بيبقى بيتكلم كلام عادي، يعني انا وانا في تايلاند كنت عايزه ارجع. حمدي هو السبب الوحيد ان هو بجد بيتكلم كلام عادي، اللي هو اي حد جاي بيرمي عليه افيهات فانا بضحك فخلاص مش عايزه اروح. تمام بس لا والله والله مش رد، بس هي شيماء يعني كل الناس عارفه مش طبيعية. أنا وهي مشاهدنا أحمد الجندي يعني كان خلاص يعني ما خدش حاجة بتكمل. مش عارفين ده عايز يفركش المسلسل. هي المشي مكتوب جملتين فإحنا مش قادرين نوصل بعض، بنقعد نعمله ساعتين. كل واحد بيقول للتاني لقينا بيقول أنتوا ده كاتبين، نقول لا إحنا قلناه دلوقتي. فإحنا مع بعض في كيمياء كده فاهمين بعض. بس طول الوقت كده يعني كل الارتجال ده ساعات بيطلع منكم كده وأنتوا مش كاتبينه. ها خالص. بس بحس إن هو لما بيبقى قدامك ممثل أنت حبه وبيساعدك على كده فبيبقى في تعاون، فده بيطلع حاجه حلوه. بس ساعات بتقابله بقى قدامك في شخصيات مثلا او ممثلين بتحس ان في سواد. لا ده بديله اللي في الورق وشكرا، انا اعمل له مشهد حلو يتشهر على حسب. لا طب لو على المسرح تجربه جمله بديله اللي في الورق وشكرا. أيوة. لا لو على المسرح لقيت ان حد يعني اناني بتاع بتقعدوا تضربوا بعض. لا ده احلى حاجه المسرح ده. تاخد صاحبك ده وتعلم عليه تنمره وتمشي خلاص. المسرحيه اتعرضت وخلاص بتعملي اللقطه وخلاص. اعمل اللقطه وامشي. يبقى هي اللي كسرت دلوقتي. هي البيت هي اللي عامل كده. لا تعالى شوف بقى المتر حمدي لما كان محامي. ايوه تعالى شوف كان شكله عامل ازاي. انا في صورتين، في صوره منهم انا اوحش صوره شفتها في حياتي. بلاش 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 والله العظيم بلاش نخدش حياء الناس. لا ده دي جريمه. في صوره ليه هو وانور مع بعض والاثنين الجراءه نزلوها، نزلوا الصوره دي حاجه انا ما شفتش اوحش ولا ازبل من كده. الحمد لله. تعالوا نشوف الصوره دي برضه من فضل ربنا. بص الله الثقه دي يعني سيبك. هو بس يعني هو سيبك دي. لا سيبك من الثقه وسيبك من اللبس. كنا مرتبطين. هو في لا هو في قمطه في الشفايف كده غريبه. انا كنت مكسوف بس كان لسه انور مفاتحني في الموضوع. في حاجه غريبه. هو انور. لا وانور برضو فاهم عامل ببقه غمزاك كده. ايه الصوره دي في الجزائر؟ هو بيعكس عشان يبين. لا أيوة. بص الفكره الصوره دي في الجزائر عايزين نتصور صور ذكرى. اتصورنا عادي في عمود ورا حيطه. ورا حيطه في حمام يعني مش مثلا جبل وراك. مفيش في حمام. في حمام عادي جدا. لا تعالى شوف بقى حمدي وهو محامي كان شكله عامل ازاي. لا بلاش الصوره دي بلاش. في فضايح النهارده. ايه ده بس؟ ايه ده؟ سبحان من وقفنا على الميه اسمع سقفه للنبي. لا
يعني هو بدله وبحر هي لا ودي كانت بعد براءة فكنا بنحتفل بص ربطه الربطه جابوا قفشه من ظهره لافيفه لافيفه انا كنت ممسوك هنا صح هو كان ماسكه كده هو لافيفه لفت ايديا الكرافته بص لفت عايزها ده كان سعد الصغير ستايل بقى ايام بقى الافراح بقى والحفلات كان دي واحنا كنت قضيه بقى صغيره كنت واخد برافع عازمهم بقى نقف على البحر النهارده لا يعني انا عازمكم نقف على البحر انت كنت ترافع في الاواضي وكده اه لا ده انا كنت محامي تقيل يعني جاب جاب امال الكرافته دي ايه دي كلها دي معلومات سيدي الرئيس ومطلع البرشام منها ده الله يا استاذ سمير غانم يعني انت اشتغلت اشتغلت اه اشتغلت اشتغلت سنتين وين ايه ده كنت بترافع كنت بتحبس وانا بترافع رحت مبطل بقى محامي مبطل دخلت على التمثيل بقى دخلت بقى على التمثيل اهزر بقى هنا اهزر اخد فلوس هنا كنت اهزر اتحبس قلت الله ده مكاني مربوحه الله اه بس انت عايز انت خريج ايه اصلا بزنس اه اصلا اه خريج ايه يعني ما تزنوش بقى بزنس بعد اعمال اه لكن ما درستش اصلا مزيكا لا خالص خالص وعمرك لا عمري ولا دخلت عملت تمرينات والحاجات لا خالص عمري ومين اول حد اكتشفك بقى كانت امي الله يرحمها الله يرحمها يعني هي اللي خدت بالها ان انا صوتي حلو آه. يعني انا وانا صغير في المدرسه كانوا يعني انا في طفولتي كنت في السعوديه اتولدت هناك وكنت في المدارس هناك فكانوا بيطلعوني وانا صغير اقول النشيد في المدرسه وبعدين لما جيت مصر هنا برضو في الصبح في الطابور برضو بيطلعوني اقول النشيد وانا مش فاهم ليه قضيتها اناشيد بس اه انا مش فاهم ليه يعني انا فاكر مثلا ان انا شاطر يعني بقوله الالقاء عندي كويس بس يعني مش واخد بالي ومركز ان انا صوتي حلو اللي لفت نظري ان انا بغني وكان لما ييجوا ناس ضيوف عندنا في البيت امي كانت تقول لي غني لهم حاجه فكانت هي كانت اكتر حد مضايقك عايزك تخلي تغني بالعافيه كل حاجه الله يرحمها الله يرحمها طبعا والحمد لله شافت يعني الحمد نجم لله. كبير يعني الحمد لله كانت في البدايات برضو كنت بشوف النجم الكبير اخونا حبيبنا يعني الكبو حميد كان برضو متوليك شويه في حميد طبعا يعني. طبعا طبعا انا ليا الشرف ان انا اول اغنيه اغنيها في حياتي كانت توزيع احلف بالله احلف بالله دي كانت اول حاجه دي كانت لحن محمد رحيم وكلام اكرم العاصي في البلكونه عندنا والدنيا كانت قلبه الدنيا في البلكونه شريط كوكتيل مش موجوده في الاغنيه دي فاكر لما كنا بنكتب الورقه اللي بنعمل بيها الشكل لازم احلف بالله يا سمشيك مين من المطربين زمان 3 جنيه على الورقه وانت صغير لا كتير يعني لو القديم في كتير ولو الجيل بتاع التسعينات دي يمكن هو اللي هو كان الجيل الشبابي بتاع الفتره دي ناس كتير قوي كان كلهم يعني كان بس انا عارف انت بتحب عفاف راضي قوي طبعا بحب عفاف راضي جدا بحب ايه العفاف راضي شوشه شوشه لا شوشه ده اللي جه ده العفاف راضي شوشه دي عندها حاجات احلى والله معلش انا بس انا بحب لها دي لا في مثلا هوا يا هوا اه طبعا هوا طب ما تيجي نسمع هوا يا هوا نسمع هوا يلا هوا يلا بينا نسمع هوا هوا اتفضلي لا مش في الهوا عندي يا نسمة سيف رايحة تعدى على روحي وحبي خدله يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي يا نسمة سيف على روحي وحبيبي وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيب وحشاني عيني وخايفة عليك خدله يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيب اللي مسافر ده حبيب خدله يا هوا وي
زيك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي اللي مسافر ده اسمع السقفة فين يا وابوه يا وابوه الساعة 12 يا اللي رايح لحبيب خدني يا وابوه يا وابوه اروح اطمن ساعك ما وصل لحبيبي يا وابوه الساعة 12 يا اللي رايح لحبيبي خدني يا وابوه يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصل لحبيبي وصلني ليه اطمن عليه طب حاسب خدني معاك ان كنت مروح بدري هتوصل دغري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي على روحي وحبيب فدلو يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيب وحشاني عيني وخايفة عليه وخايفة عليه فدلو يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي اللي مسافر ده حبيبي شكرا تعالوا بقى نروح للتكنولوجيا والموبايل والسوشيال ميديا اولا الموبايل انا عايز اقول لك ان شيماء سيف الباسورد بتاع جوزها بتاع الموبايل ببصمه صباعها هي مش بصباعها هو ايوه انت عارف كده يعني هو لما يحب يفتح التليفون هي اللي تفتحه له ده ليه غيره يعني لا انا وهو لا ده استسلام منه مش يعني استسلام ده ثقه ولا هو مش بيعرفش يتعامل ثقه في لا هو هو بيفتح بايدينا احنا الاثنين يعني هو عارف ليه عارف ليه هيثم عارف ليه هيثم البرنسيسه بتخش عنده على انستغرام بتمسح بنات من عنده يعني هي اللي بتخش تمسح بنات من عنده دي غيرك بس بس البنات ايه بقى؟ دلع مرق تلاقي واحد داخل يبعت له تقول له انا بجد شفتك في الحلقه مع شيماء انت رقيق قوي ورومانسي انت هي ده كاتبه انت كاتبه ما عرفتي الصوت ده منين؟ ما هم بيبقى شكلهم الاحساس يعني واحده داخله لجوز ممثله يعني اللي هو فنان اقول ماشي الفانز بتوعه ده جوز ممثله انت مالك بيه يا فانز برضه عادي لا فانز ليه يعني؟ ايوه عادي لا طبعا أيوة واللي تقول له بقى يا سلام على الهديه اللي جبتها لها في عيد ميلادها دي جميله قوي يعني بتتكلم على حاجه عليكي ما هي بقى ده بقى البداية فالتالي قال لألاقيه رادد عليهم كلهم شكراً مرسي طيب هو زوج يعني بيقول شكراً ومرسي ما قالش حاجة راجل محترم ما هي هو قال شكراً ومرسي فالبنت مكملة بقى انت ممكن أعرف انت جبت الهدايا بس منين اسمها ايه البنت دي عشان نخلص الموضوع ده ما خلاص عملت لها هم كان 14 واحدة عملت لهم بلوك وخلصت مرة هو يجيب موبايل 1100 ويراح دماغه ولا ومالوش دعوة لا ده انا احكي لك حكاية بقى في واحدة كانت صاحبته هو اتقفش قبل كده طيب لا خالص بس لسه ده غلبان يا عيني والله الدنيا بتيجي على الغلبان لا ما هو الحرص يا ريته مثلا هي الستات اللي بتدي الامان دي وتقول لك ده غلبان هي دي اللي بتاخد على دماغك طب احنا متجوزين عندك كلمه حلوه قوليها لا ما عنديش انت عشان خاطر الرجاله بقى تقفوا في ضد دي انتوا كلكم كده كفه وانا في كفه قدكم لا ما تلاقيش يا اخوكي في ظهري صح كده بس ما تلاقيش فاللي انا عملته ده غلط واحده اتكلم واحد هي ما تعرفوش لا انت قلت لي في حكايه كده ايه بقى في واحده صاحبته كانت معاه من ايام الجامعه المهم انا ايه مخليها يحلف بالطلاق ان مفيش ولا واحده تركب معاه عربيته وعشي من الاخر فيعني قابل صاحبته دي في طريق فاضي ما علينا بقى المهم فايه قالت لي وصلني معاه قال لها بقول لي انا مش ناوي اطلق وسابها في وسط الشارع ومش شهم جدا المهم دي بعد يوم رجليها اتكسرت صدفه لا دي بعت له بقى على الواتساب تقول له ايه بقول لك ايه وانت مالكش صور لينا من ايام الجامعه ولا برضه بتخاف زي العربيه
دي بقى رحت بقى لا ايه لا ده موضوع ده عندك حق ده احنا نقرا انا عندك بقى مديهم لها على الواتساب وبلوك وخلاص بقى قاعد كده لا اله الا الله قلت له سيدنا محمد رسول الله يعني هو عايز يعني هو ما بيحبش يزعلك ولا بيخاف لا هو ما بيحبش يزعلك رد فعله بيبقى ايه لما انت بتعملي كده ما بيعملش حاجه بيقول لي بصي انا هغير الباسورد اقول له ماشي يبقى غيره كده وريني فاقول هوريكي بس ويجري زيي بس انت لو انت لو واحد دخل عليك عكسك واحد عكسته في مكان عكسته في مكان وانا كنت قاعده في كافيه هو في مكان كده في هولندا ولا والله وهو دخل التواليت فراحت البنت عكسته قالت له انا عارفه انك انت منتج خلاص فممكن تنتج لي اغنيه ده انا كمان بعرف ارقص تحب اجي اوريك راسي لا راح جه قال لي قلت له طب اقعد انت بقى رحت قلت لها شبالي شبالي انا طالعه انت هتشربي ايه معلش عايزاكي بس في كلمه فدخل قلت قالت لي اه طبعا فهي البنت عيني وشها اتفرج على الزرق كده اتفرجيني قلت لها تعالي بس معايا على الحمام قلت لها عايزاكي بقى تفرجيني انا راسي عيب اول ما تعملي كذا 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 ده دلوقتي ده وانت شيماء سيف عملتي كده اه لا انا بص وانا مش فارقه انا معايا ما فيش وانا في حياتي الشخصيه اللي جاي يجي جنب جوزي في رومو مش فكره انا في حياتي الشخصيه كلها كده يعني اي حاجه ليها علاقه بحياتي الشخصيه بكره جدا ان انا ابقى متكتفه عشان خاطر انا لا انا عايشه حياتي طبيعي ما دام ما بعملش حاجه غلط خلاص طب انا عايز اسالك سؤال كارتر بيعمل ايه لما انت بيجي لك مسجات على الواتساب او على لا ما هي فنانه مجهزه الرد قالته في الاول اوكي معجبين قالت انا فنانه انا ما هو مش فنان شكرا يا حمتي يعني في حد كده دخل عكسك مثلا كتب لك كومنت مثلا مره واحد عكسني وهو ضربه ايه وعلى عكسك هو ايه ضربه هو ضربه مين ضربه هو كارتر ضربه ازاي يعني جابه قبل كده اقولها مش مهم اقولها لكم مره كنت ماشيه كنت رايحه المسرح فماشيه في شارع الهرم فالمهم واحد معدي جنبي راح عامل لي كده ماشيه في شارع الهرم ماشي ولا راجع انا حتى الجمله نفسها مش حلوه والله العظيم راح المسرح في شارع الهرم باشا مصر عرفت جابتها منين خلاص بس في الهرم ماشي راح على المسرح ففي حد وقف عكسك بالعربيه عمل لي كده باي باي رحت عملت له باي باي هكمل لك لا فعملت له باي باي على انه هو عارفني ماشي راح ايه حدفني بوسه فحدفت له بوسه عادي لانه عارفني على انه عارفني فجاه حدفني رقم وحدفت له رقم كانه عارفني فجاه قال لي هو انت راح عامل ايه بعت لي ورقه فيها العنوان انا قلت جاري لا ده بقى ايه طلع لي كارت وموبايل فانا فاكره عايز رقم فقلت له لا كده بدلع قال يعني ما اديش لا ما هو الدلع ده بقى هانم اللي اداله الفرصه اه راح بقى مطلع ايه بقى؟ ايه بقى؟ طلع بقى الفيزا بيقول لي اي فلوس انت عايزاها طبعا بقى كان كارتر كان معايا على التليفون قلت له الحق ده الراجل طلع مش بيعمل لي باي باي عشان انا شيماء سيف ده طلع قليل الادب فقال لي لا لا هو بقى ايه بياخد المواضيع على الهادي قال لي لا 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 تلاقيه بس انت بتهيألك وعارف الناس مش جايز عايزك تسحبي له فلوس من المكنه مثلا لا بس انا مش فاهم هو يعني هي جديده يعني ايه بيديك الفيزا تعمل بيها ايه هل يعني بتعمل معاها ان الاي تي ام لو سمحت اسحبي لي خمسه ما هي ملهاش مبرر تاني هو مفتكر حاجه تانيه احنا كنا شباب ولينا اصحابنا الشباب ايه اللي عاجز بالفيزا يعني اصل الفيزا دي ما حصلتش ان انا اغري حد في فيزا ما هي. يعني اطلع لها شويه دولارات اعمل كده فقال لي يعني معاك فلوس شيكات يا عامل ايه الدنيا جو حر قوي اصل جديد قوي فيزا دي يعني ما الجديد بقى بس ماشي بعدين المهم بقى فكرت قال لي لا انت بس هتلاقيكي متهيألك طب ايه كملي انت سرعي كده سرعت الراجل يسرع ماشي على رجلك شارع هرم كله لا بالعربيه كل ده بالعربيه اه فانا سرع الراجل يسرع معايا اهدي يقف مش عارفه لحد ما جيت قدام شارع الهرم من ناحيه قدام المسرح بتاع الهرم من الناحيه الثانيه راح عمل ايه فكارتر بقى كان واقف بقى في نص الشارع هو قال لك اسحبه لي على هناك اه فقال لي اقفي بقى كده اركني فاللي هو قال ايه انا هركن لو الراجل وقف يبقى فعلا الراجل ده الادب لو كمل يبقى انا متهيألي فانا وقفت راح الراجل بقى ايه ثقه بقى افتكرني نزل بقى راح كاسر عليا قدامي ونزل لي بقى فالراجل قبل ما ينزل لقيت كارتر راح رايح له وفتح باب العربيه ولبس قميص كده وشياكه وفجاه راح كارتر مدد ايده جوه خد وعمل كده وانا بقى بيطبق قميص فانا ايه فاكراه بيتكلم مع الراجل فجاه لقيت الراجل نزل عايز اقول لك يعني ما فيهوش حته سليمه متبهدل بقى وهزومه المهم ايه كارتر بعدها دخلنا المسرح فانا كنت دخل قال لي ادخلي انت المسرح قبل الجواز ولا بعد الجواز قبل الجواز فدخلت بقى كان بيعمل اللقطه يعني فهو قال لك بس بعد شيماء بعد الجواز الراجل عايز يسحب فلوس هو عارف ان انا ما بحبش العنف بقى والحاجة. فقال بس خلاص انا خسرت شيماء في الموقف ده فداخل على انه هيبرر لي يعني ان ده كان موقف ما ينفعش يعديه دخل بقى لاني بقى انا حكيت بقى للمسرح كله محمد رمضان ورجاء وجايبه الناس ومستنيه كارتر داخل بالحصان ماي هير
اسمع، ففضلت اسبوع انا مش مصدقه نفسي ان الكارت ده راح. وعدوا موضوع الفيزا ولا عقبوا زينا؟ لا عدوا. ده انتوا طيبين قوي في المسرح. حبيتيه بقى ساعتها؟ طب انت مراتك بتعمل ايه يا ايسم مع المعجبات؟ لا خالص ما بتعملش حاجه، يعني هي متفهمه جدا طبيعه شغلي. في ناس طبعا بتتجاوز. معاها الباسورد بتاع تليفونك برضه عادي؟ لا. ليه بقى؟ ده سؤال عادي والله. لا ثقه مش انا ما اجاب عادي. طب ما ثقه انت فيها ما تديه لها. ما طلبتهاش. هي مش عايزاه. ما طلبتهاش. هي مش عايزاه. يعني دول بالعافيه. جرايه وليا سكتات. هي ما طلبتهوش. هي لو طلبت. ثقه بالله معايا الباسورد. لا ما انا اسراء معاها. لا هي متفاهمه. لكن عمرها ما بتخش وراك مثلا تبص على الكومنتات على حاجه. عمرها ما. خالص ما مشيت وراك خالص. وانا لما بلاقي في حاجه مستفزه بتشيل. وبحكي لها كمان يعني. لا حمدي بقى الموضوع مختلف. حمدي بقى مش الاسراء معاه الباسورد. لا هو حمدي معاه مفتاح الشقه. معاه التليفون كله. لما بيجي له تليفون بتديه له. خد يا حمد. لا انا اسراء ايه بس اسراء عامله معادله غريبه يعني. معاها فعلا الباسورد وانا معايا باسورد. احنا عاملينه باسورد واحد احنا الاثنين. يعني باسورد الموبايل. يعني هو نفس الرقم عاملينه باسورد. بس يعني اي حد بيمسك التليفون فيهم في اي وقت يفتحه تمام والدنيا. بس اسراء بقى بتتخانق في الشوارع. تتخانق في الشوارع يعني جدا. انا مره كنت رايح فرح لعيب كوره صاحبنا بتاع وداخل بقى المكان البنات في مصر عموما تمام. وكنت داخل بقى الفرح انا واسراء ف جت واحده البنات في مصر بيشوفوا حد مشهور ما بيندوش اسمه ولا هو مش من بيعملوا ازاي؟ كان دوست على رجلي انت مشهور ازاي؟ دي لازم. لا بس عايز حاجه بجد والله انت البنات بتحبك جدا. ما دي عملت ايه بقى واحده جريئه قوي يعني. ما عملت ايه مسكتني من ايدي كده انا بعشق امك. لا شاف الجرأة بعشق امك يعني. مفيش. لا دي واصله لدرجه من الحب كبيره يعني. دي بقى لو كانت طلعت الفيزا كان ارحم لها من اللي حصل فيها. عملت ايه بقى؟ لا اسراء مفيش بقى مفيش. واسراء فجاه في الخناقات بتتحول لكاركتر مش كاركترها يعني. فجاه بتتحول لا واحده تانية خالص بقى. ايه ونزلي ايدك وخناقه بقى وامن والدنيا ما عملتش حسابها اي حاجه. واحنا بنتصور بقى فتره بقى الصيف دي بتبقى اصعب فتره في حياتي بقى بتاعت الساحل. بتاعت الساحل دي بقى. عايزين نسمع بقى اغنيه ليك حلوه كده. تسمعنا ايه دلوقتي؟ نسمع سيبني. ايه رايك سيبني؟ نسمع سيبني. يلا نسمع سيبني. عادي مفيش رقص. انا ما عملتش حاجه. فكر في حاجه عشان هنغني حاجه. طب خد حمدي معاك. لا ما لا لا خليه في اللي بعديها. في اللي بعديها. في التقيل. بس انا سيبني والحاجات دي علشان هو حاجات خفيفه دي. انا عايز حاجه فيها عرب وفيها مقامات. هو صوت جبلي. جبلي فخليه لي اللي جاي. هو لبناني حمدي. هو باين لبناني. ده عسل باين عليه. يا اللي بيك احلى وعمري
مش هسيبك يوم. لا 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 عيوننا دابت الأحزان. دوبنا لما قلنا اللي في قلوبنا من الكلام اللي في عيوننا دابت الأحزان. كلمة قلتها لحبيبي كلمة من البعاد طبيعي أسوة الحرمان. قلبي يلي صورتك جوا قلبي نفسي تفضل جوا حضني مش هتندم يوم عمري. يلي بيك أحلى وعمري والعين هسيبك يوم عمري. اللي بيك أحلى وعمري مش هسيبك يوم. سارة تعودنا ان بيكون معانا بطل بجد بطل حقيقي. النهارده الحلقه طبعا كلها اخواتي وحبايبي وحلقه زي العسل، ومعانا بطل عالم في الريست البطل الكبير محمد قنديل. الله يكرمك. لا وعايز اقول لك ايه، مش ريست عادي، ده ريست يمين وشمال يا سيد. انا بص جايب لك النهارده بقى حد يلعبك اجمد حد فينا معروف زي حمدي. انا يمين وشمال. لا انت شمال، انت شمال، انت لو شمال جسمك كله. انا عندي الشمال، الشمال اعنف. اعلى شويه. ازيك يا باشا؟ الله يخليك. اخبارك؟ منور. الحمد لله يا نورك. انا سامع ان انت في عافيه. الحمد لله عافيه جامده. الحمد لله. بس انا سامع ان انت ابتديت اصلا لعيب كوره. لا لا، او كنت بتحب الكوره؟ كنت فعلا بحب الكوره وبحب اقف جون وانا صغير. طبعا انا من متحدي الاعاقه يعني شال الاطفال وكده، ابتديت في فتره معينه استوعب ان الكوره مش هتنفعني زي ما كنت بحب ان انا ابقى ظابط. فابتديت ادور على حاجه بديله ليا انها اطلع فيها الطاقه بتاعتي واثبت للناس ان انا كويس فيها واقدر اجلب اي حد. فسبحان الله يعني الريست هي اللي استهوتني. لعبت رياضات كتيره قوي، لكن من ابتدائي كنت دايما في الفصل زمايلي ينزلوا حصه الالعاب يلعبوا كوره، وانا اقنعت كام واحد كده ان احنا نلعب ريست في الفتره دي وفي فتره الفسحه. في الاول طبعا اللي بتغلب بيزعل ومش عايز يلعب تاني. كنت انا طول الوقت اقنعه ان ان شاء الله هيبقى كويس وهيكسبني. نفضل بقى مرحله التعليم كلها بتاعت ابتدائي واعدادي وثانوي كان بنفس الموضوع ده. مفيش حد كان بيكسبك خالص طول عمرك؟ لا لا الحمد لله. ودلوقتي وصلت ايه، بطل عالم يعني؟ يعتبر انا بطل عالم من سنه 98، بقى لي 20 سنه الحمد لله. 20 سنه بطل عالم في الريست. الحمد لله متحدي اعاقه، وبعض بطولات العالم كنت بنافس الاسوياء وزن 95 كيلو، وعملت فيها انجاز ليا. عملت في 2009 عملت برونزيه وزن 95 كيلو اسوياء من وضع الوقوف على الترابيزه، وفي 2010 عملت فضيه. بعد كده اكتفيت ان انا بقيت العب متحدي اعاقه بس جلوس من وضع الترابيزه. مسافه كبيره للراجل ده. تعالى نتفرج برضه نشوف فيديو كده وهو بيكسب. بس ما تخضش يا حمدي. أنا... يعني ما تركزش انت قوي. يا
ده ايه ده؟ ما شاء الله. لا يعني انا عايز اعرف حاجه، الماتش ده لو انتوا مثلا اتنين القوه قريبه من بعض ممكن الماتش ده يقعد قد ايه نفسه وقت؟ في اخر ماتش انا شخصيا شفته ما كنتش حاضر البطوله دي، قعد بالظبط تايم 10 دقايق. 10 دقايق وده طبعا في مجال مصارعه الزراعين حاجه كبيره جدا طبعا. وكان الماتش ده الاثنين متحدي اعاقه. وانت ايه اطول ماتش قعدته؟ ده الماتش اللي هو اللي من وجهه نظري اكبر ماتش. انا بالنسبه لي ممكن الماتش يقعد من دقيقتين لثلاث دقايق على حسب الخصم، لو كان منافس يعني قوي جدا وكان احنا الاثنين مثلا درجه السرعه قريبه من بعض، فطبعا هو الحكم بيقول ريدي جو، احنا ما نبداش الا بعد ريدي جو. فلو احنا ابتدينا في نفس الثانيه احنا بالتالي ما فيش حد خطف حد، فالماتش ممكن يفضل معلق كده فوق شويه، بعد كده الاقوى ممكن يجيب شويه في وضع المكسب، ممكن يحصل هو يكون عنده مثلا تاني قدره على التحمل اكتر ويرجع تاني. ونفضل بقى في وضع المكسب ووضع الخساره لغايه ما في الاخر واحد بيعمل الفينش كويس زي الاخير اللي انا عملته ده. وبينزل وبيستفاد بكل، وليها تكنيك معين عشان طبعا انا ما اخدش فينتو ثانيه. انت ثانيه بقى تستسلم قبل ما يبتدي يسلمه قبل ما يقول جو، انا كده هروح انا كل قبل ما يقول جو تكون انت خلاص روحت، انا كل بجسمي هاجي الناحيه دي. طب ايه ايه البلاد اللي قويه في موضوع الرس ده؟ يعتبر اقوى البلاد في اللعبه دي الحمد لله يعني كازاخستان وتركيا قويه جدا، جورجيا، روسيا، الاربع دول يعتبر هم اللي مسيطرين دلوقتي على مستوى العالم. ومصر؟ مصر بتحتل مكانه كويسه جدا بالنسبه ان احنا كمان ما بنسافرش تيم كبير. في كام لعيب رست في مصر؟ في مصر المنتخب بتاعنا يعني السنه اللي فاتت كنا لا يتجاوز التسع لعيبه. وطبعا احنا كمتحدي اعاقه بنلعب ايفنتين، ممكن نلعب معاقين ونلعب في نفس البطوله اسوياء. وبالنسبه لي انا كسرت ال 40 سنه ممكن العب كمان ايفنت ثالث اساتذه اللي هو ماستر فوق سن ال 40. فاحنا الاتحاد بتاعنا كويس جدا وبيدخر جدا يعني، فممكن يسافر بتسع لعيبه يلعبوا على اكتر من 18 او 20 ميداليه. والنهارده عندك كام ميداليه بقى ما شاء الله؟ يعني الحمد لله بفضل الله ممكن تتجاوز ال 200 ميداليه. ما شاء الله 200 ميداليه ما شاء الله. طب انا عايز برضو يعني عايز اجرب حاجه كده صغيره. تعال تعالى يا حبيبي. اصل انا يعني انا معايا ميداليه برضو. تعالى دي ميداليه مفاتيح الثانيه. طب يعني طب نتناقش. ما تخافش ماشي، انا هقول لك التكنيك. اصل انا هم مش معايا غير دراعين. بص يا باشا انت هيمسكك كده معانا اول ما اقول جو اجري. تعالى عشان نشوفك برضه يا حمدي. لا اصل يعني لا ممكن نلعب ما نلعب ماشي. انا بعمل في اي مكان بس ما تتحججش. يلا بينا. انا اللي هقول جو. يلا بينا. جاهز؟ قولوا لمراتي ان انا كنت بحبها قوي. جاهز؟ جاهز. ريدي. طب ما تخلينا ثواني. انا عايزك انت تيجي. اقول انا جو. عارفه البنات بيطلعوا في الحاجات الاجنبي دي كده صوتها بس كده. 92 اسمعنا وسافه كبيره قوي. لا ما انا بقولك عشان كده انت هتموتي. انت هتموتي. يلا استنى لما هي استنى ما تتوريش. انا عايز اللقطه من ثانيه واحده معلش. واعمل الصيحه وكل حاجه؟ كل حاجه يا ريس. وانا اعمل الصيحه؟ يلا شيماء. يلا ايه ده انا عايز اعمل دي. ومعايا النهارده اثنين متسابقين في لعبه الرسه، هنشجع معانا القمر العسل حمدي. بس هو مش هنلعب دلوقتي. وعايزكم كلكم تشجعوا معانا الجميل مستيو انجيل. ويلا كلنا نسمع السقف الكبير ليها. يلا يا حمدي شفت الصايحه اللي قلمت شويه؟ ومعانا اثنين حكام باشا مصر وباشا مصر الفنان هيثم شاكر. باشا مصر الصايحه بقى علموا الصايحه الاول. الصايحه الاول ولا ريدي الاول؟ الصايحه الاول. بوم شاتحي. يلا يا عم. يلا. انا لو قلت لي اخو مدينه. لا والله لازم تقول. اخو مدينه. والله لازم تقول. بوم شاتحي. يرحمكم الله. ده بيعطف دايما بيقولوا لي كده والله. يلا اجمد يا حبيبي. ريدي. استني بتاعت ترابيزه القمار دي ايه ده؟ ريدي. استني. اجو. ياتي ياتي. انا جاهز. ده قال له ياتي ولا قال. لا انا عايز اجرب بقى يا كابتن. لا 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 الموضوع صعب. الموضوع صعب. بص هو اكيد هو اكيد هيكسبني من اولها كده. أيوة. بطل عالم ده يا استاذ امير. انا بطل عالم. اراهن على انديل ب 100 جنيه. نسمع الصيحه الاول. الصيحه ييه. الصيحه ريدي. ارجع ورا سيدنا. استني جو. ماشي يا
احمد الراجل ده بس قعدت قعدت معاك شويه طبعا قعدت شويه برضه انا بقى يلا انا بقى اتفضلي يا فندم هاتي بقى انا قدامك هاتي بالصيحه هاتي هاتي المايك حمدي انت خش استني حمدي ولا يقدم الفرصه معانا بطلة الريست والمحشي الورق العنب اسمع تحية لشيماء سيف حصل على ميدالية ذهبية ليش انا ماسكك ها ماشي بس لو اتدقلكت ولا حاجة يلا الصايحة قول يلا الصايحة اعملي زي الصايحة وعلى بوق يلا اجمد وحش الحلاوه دي اجمد وحش احنا قلنا ريدي استديو ريدي يلا يلا ريدي مش هخطف يا احمد جو بسم الله الصلاه على النبي يا سيمو حلو حلو والله بقول لك قعدت اكتر من حمدي قعدت اكتر من حمدي هي الحلقه وازن معاك بس واخدها الجنب الثاني بجد يا محمد يعني ربنا يديك الصحه ربنا يبارك لك ان شاء الله عليك انا ما يعني ما سبتوش لو فعلا لا جامد لا كان ماتش بجد على فكره ما شاء الله لا جامد ربنا يديك الصحه والله 50 سنه تمرين ونجيبها 50 سنه انت طول العمر مش هتعرف تعمل كده طول عمرك ربنا يكرمك ان شاء الله وترجع لنا باحلى ميداليه في الدنيا ربنا يبارك لك ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله يا محمد شرفتنا نورتنا الله يخليك وهيثم شاكر بقى يغني لك حاجه ليك انت يا حبيبي ربنا يبارك لكم انا سعيد جدا سعيد جدا باللقاء دوت ويعتبر من وجهه نظري احسن تكريم كان ليا النهارده باذن الله يا حبيبي ربنا يكرمك ربنا يديك الصحه كلها واشوفكم دايما ناجحين ربنا يسهلك والله احنا اللي اتشرفنا بيك النهارده شرف ليا بتحب عبد الحليم طبعا سمعك بقى عبد الحليم حمدي بقى عبد الحليم بقى انا وحمدي يلا وانت النهارده عبد الحليم في نفسك كده فيعني ايه البدله لا البدله دي لازم نستغلها وانا هغني بس بقول لك يا مرغني انا عايز اداء على المسرح لا لا انا بقول لك لازم البدله دي لازم بس لو في عقود بس جهزوها خلي بالك باشا مصر والان مع مطرب الاغنيه الشعبيه كروان المريوتية حمدي المرغني ويتألق معه النجم الفنان العصفور الأمور الفنان العسول هيثم شاكر قول يا نجم وسمعنا قول قول ألا 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 موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي يا حمدي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي وانت هتفضل مايسترو النهارده بس يلا انت مايسترو بس انا تعبير حق يلا خش موعود موعود معاك بالعذاب يا قلبي الله 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 موعود ودايما بالجراح يا قلبي الله 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 ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي الله 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 وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة كل مرة ترجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة
جاي تقول انسى القهات، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحزن فات يا قلبي ومايل وحلم مايل وحدك منديله كاتب على طرف أجيله أمانة أمانة يا ابني يا أمانة تغدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تغدينا للفرحة يلا هو وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي استنى استنى ميل وحدف منديله كاتب على طرف أجيله ميل وحدف منديله كاتب على طرف أجيله وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا سقفوا له جامد قوي وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا استنى استنى سقفة كبيرة قوي 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 هيثم بعد اذنك انا عايز اشوف حمدي مرغني هو واقف على المسرح بيغني سواح مع الفرقه العظيمه يلا بينا لا هتسيبني تروح يلا انا هاجي معاك انا هاجي لك يلا اصلي يلا هتقول منين هقول منين من هنا احنا فين احنا فين في المريوطيه من المريوطيه بس بيقول لي هتقول منين اقول له ايه سواح ماشي في البلاد سواه عايز شنطة ده معلك والخطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار فاكر في الاثنين صوتك عجبني مشوار اركب المترو والليل يقرب ادونا انا الكلمات اللي والنهار يلا طالعة بقى ولاقاكم حبيبي سلموا لي علي إن لاقاكم حبيبي سلموا لي علي طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه الله 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 بصوا قال عجل الاداء كل واحد يعني كله الله 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 بشكر دي جي عمرو حاحه بشكر فرقتي الموسيقيه والنجم هيثم شاكر والنجم امير كرارة ان هم شرفوني في حفلتي انتوا جرأتوني يعني انا عايز اعرف حاجه دلوقتي مصر كلها نصحتها قالت لها كفايه اللي بتعمليه في كارتر كل يوم بتخضه وبيقولوا لها والله هتجيبي جلطه في يوم الواد هيموت منك انت ايه كم الخض اللي انت بتخضيه كل ده كل يوم تعمل شيء رامز جلال البيت هي لا تعالى بص تعالى بص بتعمل معايا ايه
هو كل مرة بيتخض يعني ما بتزهر له زهور وهو ايه يعني هو ما بيحرمش يعني ما فيش مرة فترات بعيدة بيستوعب يعني بتعملي مفاجآت كل فترة كل فترة مش ورا بعض يعني بتسيبيه ياخد الأمان كده شوية وتديها له واحدة شوية كده ويتخيل إنه خلاص تمام يعني مفيش مرة أفكر لا وأنا داخل يمكن تكون هتخضني؟ لا لما بينده يعني شيماء فأقول له إيه في إيه أنا موجودة بس بعد كده مثلا الحاجات دي بعمل إيه؟ بسجل صوتي كأني بتكلم في التليفون وأحطه في أوضة يا نهار أبيض فهو يفتكر إن أنا في الأوضة دي فيدخل خطط. مثلا آه خطط طبعا خطط. آه لا خطط يعني اليوم اللي هو مش قالت لك البنت رجلها اتكسرت في المسرح وعرفنا البنت حصل لها إيه؟ كان صدفة زي المقالب لا أنا بخضه بس دي فيك لكن هو عمره ما عمل فيكي كده؟ لا بيعمل فيا كده وبتتخضي ولا عادي؟ لا بتخض جدا وهو بيخضني أكتر بس أنا بقول له مش يقول لي هنزلها لازم أخد حق أنت اشمعنى أنت الناس كلها بتقول لي إن أنا بقيت متبهدل أقول له أنا مش حاطة ميك أب ترضى تنزل مراتك وهي لابسة البيجامة ترضى كده وأقلب بقى بجد فيروح دايما خلاص. عندها أعذار أقول له امسحها فيروح يعني مسحها بس قهر لأن هي عادي بتنزله بالشورت طالع بالفل أي حاجة لابسها أنا في قهر في العلاقة لا حمدي ده لازم إيه ده أنت عليك شوية بس إيه ده ليه فيديو كده تعال نشوف الفوبيا بقى منين الله 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 اتفضل يا عم حمدي فيديو ايه ده يا حمدي اي لاف تايلاند بس برافو عليك تعبت موتوسيكلات حلو حمدي اوه بص عم حاسب اوه ستريت ده بس الراجل بقى في جد ما شفناهوش غير واحنا نازلين ثانك يو هوبا شبهي اي سن لا يعني هو الاول حسسني ان هو اللي سيء انا فكرت ان هو اللي سيء بجد ما شفناهوش ما نعرفش ان هو شكله كده احنا واقفين في كنا في تايلاند واقفين في بانكوك فعايزين نركب وبتاع شبهي عمال الراجل ده وقف لنا فجاه احنا زينا ضحكت بجد لقيت شبهي فجاه قعدنا نشرح له ده انا وقفت معاه بعد انا سالت له سن هو بيج ستار ان ايجيبت يو بيج ان تايلاند بيج ستار قال لي نو انت اصلا ما بتحبش الموتوسيكلات لا فوبيا مش ما بحبش ليه بقى وقعت الموتوسيكل قبل كده لا شفت حادثه حادثة يعني؟ قدامي لواحد صاحبي اه كبيرة ايام في فترة كده انتشرت الموتوسيكلات الصغيرة ام جنزير دي بيبي هوندا دي كانت اه قدام المدارس بتتأجر وبتاع فانا كنت في اولى اعدادي او حاجة كده وصاحبي حصل له يعني حادثة كبيرة بسبب الموضوع ده فانا عمري ما ركبته في حياتي لدرجة ان انا مرة في تصوير فيلم اوشن جه عم محمد سبكي عايزين نركب فيسبا دي اخش بس بيها الكادر بس اخش بيها بس في الفريم قلت له مستحيل مش هيحصل لو حصل ايه انا امشي من الفيلم مش هيحصل في الاخر جابوا حد دوبلير يعني اي حد من الانتاج صوروا رجله بس هو داخل وانا بنزل في نيلي وشريان وانا بتكلم في التليفون مع دنيا على الموتوسيكل المفروض الموتوسيكل كان ماشي بالعافيه قلت للاستاذ احمد الجندي انا صور الموتوسيكل واقف ده انا خايف وانا واقف عليه يعني دي يومها عشان احنا كده وحته صغيره وراكب بس لا مستحيل وفي حد قدامك وحد وراك اه مستحيل وحته صغيره وقلت ده شكله عبيط مش هيجري امال لو جيت بقى مع كلبشه هتعمل ايه يا لهوي لا اكشن ودغدغه بقى وموتوسيكلات وعربيات كبيره اجي التتر بس انا كنت ملكه الموتوسيكلات في تايلاند اساله لا دي عايزه تمضي دي ركبت موتوسيكلات ده انا ما كنتش بعمل حاجه غير كده كنا مثلا نبقى رايحين سوبر ماركت حته صغيره جدا فدنيا بقى وحمدي وكلهم ياخدوها تمشيه الموتوسيكلات ملهاش اهل يسالوا عليها انا بقى اروح رايحه اي موتوسيكل موجود اروح لا باخد بقى فيديو هو يسوق وانا اقعد بقى ورا اصور فيديو كليب ورا ايه يعني بتركب ورا اللي سايق موتوسيكل اه وبيصلحوا الكاوتش في الطريق عادي يعني لا انا مره وانا بتصور كلبش بقى حمدي لقيته بعت لي صوره بص الصوره دي قال لك عادي يعني ايوه لا ده في واحده تانية انا كنت ايه بقول لك انا لو لابس البندقيه دي هتاخدني وتقع بيها على الارض مستحيل بقول واحده صغيره على قد انا الفيست ده سندينه بخشب اللي انا لابسه من ورا كمان عشان كان واسع عليا بيقع كنت حابب تعمل انت دور ظابط كده اه ده قالوا لي دي ارفع ده فيلم الابله طمطم مع ياسمين عبد العزيز أيوه. قالوا لي ارفع بدله قعدوا يضيقوا البدله كميه مسات يعني دي اكس سمول قالوا لي ما فيش المقاس ده في الشورت ما فيش حاجه اسمها المقاس ده قعدوا يضيقوا لازم بقوات خاصه ابقى لابس بقى ايه تبقى متقمطه عليا وبعمل اكشن في الفيلم وبنط عربيات وبتاع وقلت لهم لا اعمله انا بنفسي مش الدوبلير اول شوت عملته بنط من عربيه رجلي نملت قلت لهم لا مش هيبقى انا مش بتاع اكشن خلي في الكوميدي بريك وهاتوا حد وهاتوا الدوبلير مكاني وانت بقى يا عم انت في حد يفضل يعمل مقلب في صاحبه ست شهور ورا بعض نفس يعني المقلب إيه يعني مش غريبه شويه تقول لي مؤامرات طلعت انت اهو لا ده بقول لك ايه ده شطار
بس هو لو يعني يعني طالما اتكلمنا في الموضوع دلوقتي فهو خلاص لما يتفرج على الحلقه يعني هيعرف. هو يعرف الموضوع. هو لسه يعني قدامه شويه عشان يتفرج عليه. كمان ست شهور هو الى الان ما لا ده كان من فتره كان حد صديق قريب جدا مني وانا غيرت رقم تليفوني فبكلمه علشان اديله رقم الجديد فبهزر فعملت صوت واحده فلقيته تجاوب معايا جدا نسمع بقى عشان قلت لك نسمع بقى نتعلم ونتعلم عشان نتعلم المقلب ده وبعدين غوطت شويه ابتدى يغوط شويه في الكلام فتجاوب جدا قعدت ست شهور طلع له الفيزا وارتبطتوا ست شهور هو مرتبط باللي بتكلمه في التليفون دي بس حب عنيفه بس هو لحد النهارده ما يعرفش قعدت ست شهور انا بكلمه عشان اديله رقم بس مش يعني فبهزر فلقيت الموضوع تطور جدا قعدت ست شهور هو الى الان ما يعرفش ان انا اصلا انا عايز اقول لكم انا بقالي كتير ما قعدتش قعده حلوه زي دي وقعده يعني كلها كلام زي العسل والواحد مبسوط بيكم وفرحان بيكم وانا عايز اقول لكم انا بحبكم جدا احنا اكتر بحبك جدا يا شيماء ربنا يخليك جدا زي ما بقول لك اشهر حمدي في مصر طبعا وايس بشكل انا شهادتي فيك مجروح انت عارف انا بحبك انت عارف انا بحب كل الناس زمان والله العظيم انت نورتوني مبسوط جدا ان انا موجود مع ألذ واحده في الكوكب ربنا يخليك يا رب وواحد من المصنفين اوسم ثلاثه في مصر برتبه العرب 20 ميداليه الحمد لله بجد يعني يمكن من اكتر اتنين بيضحكوني ربنا يخليك والله العظيم انا مبسوط جدا ان انا الكلام ده انا ما بحبش اقوله بيبان ايه قدام الناس بس والله فعلا لا والله يعني يعني طبعا محافظ الارقاب هيثم شاكر نجم كبير احنا كلنا بجد والله العظيم احنا اساله على سعادتنا لما جانا المسرح كنا فرحانين مين ما بيحبوش يعني بجد اسال السؤال ده مين ما بيحبوش مش هتلاقي تلاقي القعده النهارده كلها حلوه وباشا مصر والله الناس كلها ربنا يزيدك ويبارك لك في حياتك ومبروك على كل حاجه عملتها السنه دي ما شاء الله الناس كلها بتحبك ربنا يكرمكم وربنا يكرمك والناس كلها قاعده طايره بيكم وتحيه كبيره للجمهور الحلو والفرقه الكبيره وعايزين بقى واحنا قاعدين كده نقفل السهره بتاعتنا الحلوه دي بأغنية رجعنا لأحلى أيام كانت مع هيثم شاكر الله طب بس ممكن نغنيها مع بعض بقى يلا نغنيها مع بعض دي شملاني؟ اه طبعا ده أساسي بعد كده معايا لا خلاص لا انت بعد اللي عملته هناك يعني انت عبرت اه انا لا اي حفلة في مراسي انا معاك طب مراسي بس عشان ممنوع اخش بقى الأماكن اتعرفت على البوابة نقول احلف بالله مع بعض احلف بالله يلا لا انا مش هغني احلف بالله مع بعض هعيط لا مع بعض يلا ماشي هتعيط وتشغل دول عيطي وانت بتغني ماشي اللي شافوا حالي قالوا ما همينيش إن أسيبك بيكو من غيرك عايش قالوا عني طول حياتي ما بكيت وإن دمعك يوم ودعنا ما هزنيش قالوا عني مستحيل بعدك هضيع وإني عايش كل أيامي في ربيع قالوا عني عمري ما في يوم كنت ليك واني لازم كان في يوم هنساك وبيع وانا واحلف بالله اقول الويل والاه ودمع العين ياخدني حنيني ليك وادور فيا عليك الاقي الشوق بيملاني والحياة بعدك في عيني ليه ما بينتهي يا حمدي حزين بجد متأثر فعلا حمدي Thank you.
الذكرى اللي بعيدها هنا مش سايب مني في حالي بقالي ليالي بقاسي يا غالي وانا من حيرتي وخوفي عليك عايز اطمن قلبي عليك لكن انا مش عارف ليه انا خايف عيني تيجي في عينيك طول الليل الدبر والذكرى اللي فايتها هنا والسايبني في حالي بقالي ليالي بس يا غالي وانا من حيرتي وخوفي عليك عايز اطمن قلبي عليك لكن انا مش عارف ليه انا خايف عيني تيجي في عينيك وانا واحلف بالله اقول الويل والاه في دمع العين بيحلاني ياخدني حنيني ليك وادور فيا عليك الاقي الشوق ما بينتهيش